السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زهيرة بن ميرا، رئيسة جمعية جنة بلادية ورئيسة اتحاد إبداعات آسفية. اليوم كنفتتحوا المعرض الحرفي ديال الصناعة التقليدية في إطار الملتقى التراثي اللي كتنظمو جمعية جنة بلادي دائما، واليوم الدورة الرابعة ديالو بشراكة مع مجموعة من التعاونيات بالمناسبة ديال شهر رمضان المبارك. الله يجعله فاتحة خير علينا وعلى الأمة الإسلامية وعلى الساكنة ديال أسفي. اليوم نفتتح هذا المعرض بفضاء مرجان، وهي صراحة أول تجربة لنا احنا كاتحاد ديال التعاونيات اللي خدناها باش نعرفوا بالمنتوج الحرفي وباللباس التقليدي ديال اللباس التقليدي المغربي عموما، وبعض التطريزات أو بعض التصاميم الخاصة بإقليم أسفي خاصة. صراحة كانت منا تشجيع من كاع الساكنة الأسفية أنها تشجعنا. علاش؟ لأنها أول فرصة تعطاتنا أننا كتعاونيات نحطوا المنتوج ديالنا في واحد السوق كبير كمرجان. هذه أول بادرة وأول تجربة اللي كانت منا أن نساء يجيو يشوفوا المنتج ديالنا ويشجعوه ويقتنيوه، خاصة احنا مقبلين على شهر ديال رمضان، شهر ديال عشاق الزي التقليدي سواء الرجالي او النسائي او للاطفال. فاحنا اليوم يلاه الافتتاح، غادي نستمروا ان شاء الله شهر رمضان كله. وهي فرصة ايضا اننا نعطيو واحد النموذج لكاع التعاونيات الحرفيه اللي موجوده في الاقليم ديال اسفي انها تكتل وانها تكاتف الجهود ديالها وانها دير اليد في اليد. فالحمد لله احنا سعداء بهذه التجربه اننا كنا متحدين كتعاونيات، تقريبا 5 ديال التعاونيات اللي كانت مناو انها تكون تجربه نموذجيه ونحققوا المبتغى ديالنا ديال يعني الولوج لسوق الشغل. فهذه أول تجربة درناها، وبغينا إن شاء الله يكونوا تجارب أخرى باش نقتحموا بها الأسواق فيما يخص اللباس التقليدي الجاهز. يعني بغينا نخرجوا من ذاك الروتين ديال الورشات وديال المحلات، أننا كل واحدة كل تعاونية كتشتغل في مقر ديالها ولا في هذا، بغينا نانتيغريو الأسواق الكبرى. وهذه أول تجربة لينا، إن شاء الله نتمنى أننا نتمنوها بتجارب أخرى وأنها تنجح لينا هذه التجربة في مرجان، اللي بالمناسبة كنتوجه بالشكر الجزيل والكبير للإدارة ديال مرجان اللي تاحوا لنا صراحة الفرصة وتعاونوا معنا ووفروا لنا هذا الفضاء كتعاونيات أننا نعرفوا بهذا المنتج ديالنا اللي متنوع ومتعدد، فيه جليلبات، فيه قفيطنات، فيه لباس ديال الرجال، فيه لباس ديال الأطفال. وحنا يلاه بدينا، ودائما ان شاء الله الجديد، وكل يوم غادي نجيبوا منتجات اخرى. وحنا راه الصناعيه خدامين والصانعات خدامين يعني اون باراليل مع المعرض. وبالنسبه للملتقى ان شاء الله راه عنده واحد البرنامج مكثف. اليوم افتتحناه بمعرض ديال الحرف التقليديه اللي غيستمر طيله شهر رمضان المبارك من 1 الى 30 رمضان، وغادي يكون اون باراليل معاه ولا بالموازات غادي يكون عرض للازياء التقليديه اللي غيكون هنا في الفضاء ديال مرجان. من طبيعة الحال هو راه مفتوح للجميع. غادي يكون هذا العرض يوم 20 رمضان، كندعو فيه كذلك كاع الساكنه وخاصه النساء باش يجيو يشوفوا المنتجات ديالنا. ثم غادي يكون هناك حفل نهار 24 رمضان ديال نقش الحناء وتزيين ديال العرائس
ديال الزهرات البنيتات الصغار مناسبة العواشر من 24 حتى 28 رمضان. غيكون هنا إن شاء الله نيت الحفل ديال الحناء، وكذلك غتكون واحد المحاضرة خاصة بمشاركة المرأة في النموذج التنموي الجديد نهار 20 رمضان. ولكم منا كل الشكر، ونطلبوا ربي يبارك هذا المجهود هذا. شكرا لكل من ساهم من قريب او من بعيد. معكم حسن داود، الكاتب العام لاتحاد تعاونيه ابداعات اسفيه. كنت واجد في افتتاح اليوم ديال المعرض التراثي بصمات نسائيه في دورته الرابعه. كنشكر اولا اداره مرجان اللي تاحت لنا هذه الفرصه باش نعرضوا في الفضاء ديالها، وكنشكر جميع التعاونيات المشاركه بهذا الاتحاد. الاتحاد كيتكون من تعاونيات نسائيه 100%، والمنتوجات اللي كتشوفوا في المعرض هي منتوجات محليه صنع يعني يدوي ديال التعاونيات اللي كتكون من هذا الاتحاد. وكنتاسفوا لاننا راسلنا جميع الادارات الادارات ديال اللي خاصه بالصناعه التقليديه او القطاع الوصي، وكي كتشوفوا حتى شي واحد ما حضر معنا. كنا كنتوقعوا باش يحضروا معنا باش يعطونا واحد دعم معنوي باش نزيدوا لقدام، وباش لان هذه هي اول دوره عندنا، وبغينا ان شاء الله يكونوا دورات اخرين، ولكن ما كاينش واحد الدعم معنوي باش تزيد باش يقوك باش تزيد لقدام وتعطي. فهمت يعني هاد الشباب في حاجه ماسه للدعم، واخا غير الدعم يعني المعنوي. وتشوف لك هاد الشيء اللي كتشوفوا ما كاينش شي دعم، يعني كله دعم يعني شخصي من التعاونيات ديالنا، الا اداره ديال المرجان هي اللي عطاتنا هذا الفضاء فاش درنا هذا المعرض هذا. وهذا المعرض يعني هذا الملتقى فيه يعني محطات اخرين، يعني كاين نهار 27 يعني غتكون غيكون واحد الحفل ديال النقش، يعني هذا المعرض غيكون من 1 حتى 30 رمضان، افتتاح ديال هذا المعرض اليدوي للزي التقليدي. وغيكون ان شاء الله نهار 15 رمضان محاضرة تحت عنوان المرأة الصانعة في النموذج التنموي الجديد، ونهار 20 ان شاء الله في رمضان غيكون عرض الازياء، يعني غيكون واحد الديفيلي ديال عرض الازياء منتوجات تقليديه. ومن 24 حتى 28 غادي يكون حفل حناء لتزيين الزهرات بعواشر ليله القدر. هادشي كله يعني مجهود شخصي، ما كاينش شي دعم من شي جهه، يعني وبالخصوص بان 3 سنين ديال الركود ديال الصناعه التقليديه كما كتعرفوا انتم الجائحه ديال كوفيد، يعني بزاف ديال المخلفات اللي خلات تراكم الكراء، المواد الاوليه، يعني خصك باش تاخذ المواد الاوليه بزاف ديال الحوايج، ولكن للاسف ما كاينش شي دعم، كاينش شي دعم مادي من شي جهه مسؤوله. السلام عليكم، معكم لعيبة الأمينة رئيسة تعاونية أميراتي وعضوة في اتحاد إبداعات أسفية. اليوم احنا كما شفتوا احنا دايرين رواق في مرجان، كنعرضوا فيه المنتوجات ديالنا كاع ديال التعاونيات اللي كنصايبوا، وكنتمناو ان شاء الله من الساكنين ديال مدينة أسفي يجوا عندنا ويشجعونا ويشوفوا يعني احنا شنو كنتجوا ويشوفوا هذا الشيء ديالنا. احنا الحمد لله كل شيء الشيء اللي كنتجوا يعني يعني كنعتمدوا بزاف على الحاجه، كنخدموا باليد، كنخدموا عندنا الطرز بجميع الاشكال ديالو، عندنا التنبات، عندنا يعني كل ما كيخص الصناعه التقليديه هي عندنا. ومرحبا بكم، وكنشكركم حتى نتوما لكم جزاك الشكر، وكنتمنوا ان شاء الله من الناس ديال الغرفه، الناس ديال الصناعه التقليديه، من الوزاره، من يدعموا بحال هذه المبادرات، وكنتمنوا ان شاء الله يكونوا دائما يعني ما يقتصروش على رمضان بحكم ان احنا عامين ما خدمناش ديالكم في المو، حنا كنا سادين، وكنتمنى ان شاء الله يتكرروا هاد المبادرات يكونوا. وكنشكركم بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. نحن كاتحاد ابداعات تعاونيه جينا اليوم عرضنا المنتوجات ديالنا في مركز مرجان بشراكه مع جمعيه جنه بلادي بمناسبه ملتقى التراثي بصمات نسائيه في دورته الرابعة، وكنعرضوا الملابس التقليدية من خلال الجلابة المغربية. وكنتمنى من ساكنة أسفي أن تدعمنا وتجي تشوف المنتوجات وتشارك معنا تهية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في.
وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومسلمة.